الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس. ربنا أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شوفوا صفات الله كثيرة، منها مثلا القداسة، فالله لا يرضى عن الخطية أبدا ولا عن الشر، ولا بد أن يأخذ موقفا منه. الله أيضا محب وحنون، وبالمحبة والحنان يمكن أن يغفر، لكن أيضا الله عادل، وبعدله يمكن أن يجازي ويعاقب. والله لا يتعامل معنا بصفة واحدة من صفاته، لأن صفاته لا تنفصل واحدة منها عن الأخرى. فمثلا من جهة الرحمة والعدل، رحمته مملوءة عدلا وعدله مملوء رحمة، فهو عادل في رحمته وهو رحيم في عدله. خدت بالكم القاعدة دي؟ من جهة رحمته ففي مزمور 103 يقول: لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا. وأيضا في مزمور 130 أول مزامير صلاة النوم يقول: لو كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. وفي مزمور 143 آخر مزامير صلاة باكر يقول: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لا يتزكى أمامك أي حي. ونحن في صلواتنا نكرر كثيرا هذه العبارة: كرحمتك يا رب ولك خطايانا. فما هو أسلوب الله إذن؟ الله أحيانا يعاقب، وأحيانا يعاتب. أحيانا ينصح ويحذر أو يهدد أو ينذر،
وأحيانا يقبل شفاعة القديسين من أجلنا، أحيانا يصبر ويطيل أناته، لكن إذا وجد أن طول الأناة تحول الإنسان إلى عدم الخوف وإلى التسيب، يبقى بعد كده ياخد منه موقف شديد. أحيانا ربنا يعاقب بعقوبة مرعبة. عارفين يعني ايه عقوبة مرعبة؟ يعني عقوبة مثلا تصل إلى الفناء، كما حدث في عقوبة الطوفان، أفنى كل نسمة ذات حياة على الأرض، ولم يبقي إلا أسرة واحدة هي أسرة أبينا نوح. ومثل العقوبة التي صدرت ضد سادوم، أفنى كل أهل سادوم وأهرقهم، ولم تنجو إلا عائلة واحدة أو جزء من عائلة واحدة هي عائلة أبينا لوط. ومن ضمن العقوبات المرعبة أيضا عقوبة قورح ودسان وأبي رام، حيث انشقت الأرض وابتلعتهم جميعا بكل أفراد عائلاته. ومن ضمن العقوبات المرعبة عقوبة آخاء وإيزابيل، اللذين قتل رجلا بريئا ليرثاه فلم يرث إلا الضياع، ومات كلاهما. ومن ضمن العقوبات المرعبة أيضا عقوبة هيرودس الذي افتخر وتعظم وقال له الناس إن صوتك صوت إله، فلم يعطي مجدا لله، فنزل ملاك وضربه فمات في نفس اللحظة وانتهى. دي العقوبات المرعبة. في عقوبات أخرى نسميها عقوبة دائمة، إيه العقوبة الدائمة؟ مثل العقوبة التي وقعت على آدم وحواء، حواء بالوجع تحبلين وتلدين أولادا، وآدم بعرق جبينك تأكل خبزك. العقوبة دائمة لغاية دلوقتي.
لعلكم تقولوا في ناس ما بياكلوش خبزهم بعرق جبينهم والذهب عندهم زي الرمل، اللي زي دول ما اخدوش العقوبة على الارض ياخدوها فوق اذا كانوا لا يتصرفون حسنا في هذا المال. من العقوبات الدائمة العقوبة التي وقعت على الحية، الحية اللي أخوت حواء، الله ربنا على بطنك 90 وترابا تأكلين كل أيام حياتك. عقوبة دائمة. والقديس أغسطينوس تفضل وشرح لنا عبارة ترابا تأكلين كل أيام حياتك، فقال إن هذا التراب هو الإنسان الخاطئ اللي ربنا قال له أنت تراب وإلى التراب تعود. فهذا التراب الآدمي هو اللي بتتغذى به الحية طول أيام حياتها. هي عقوبة الفرز. يعني إيه الفرز؟ يعني ما ورد في الكتاب عن بعض الخطايا تقطع هذه النفس من شعبها، تقطع من شعبها يعني تفرز. ده بيسموها باللغة الإنجليزية excommunication. يعني إيه excommunication؟ إكس يعني بره، وcommunication جاية من كلمة community يعني جماعة، يبقى خارج الجماعة باستمرار يعني excommunicated. لما الكنيسة تفرز عضو من أعضائها ما يستحق الشرف العضوية في الكنيسة لأخطاء يرتكبها وتستحق الفرز بتعمل له الحكاية دي. دي كلها من جهة أنواع العقوبات. وكما إن في عقوبة دائمة في عقوبة محددة، زي مريم أخت هارون لما تقولت على موسى وضربها الله بالبرص فتقوم خارج المحلة 7 أيام، بعد 7 أيام ممكن ترجع محددة يعني. في عقوبة غير مباشرة عاقب بها الله البعض، زي سليمان أخطأ فعاقبه بأن المملكة تتمزق من بعده، ما جاتش العقوبة عليه، جات على المملكة. وزي داوود لما أخطأ وعد الشعب ربنا ضرب الشعب ضربة فمات منهم آلاف. وفي عقوبة غير مباشرة زي الذبائح، إنسان بيخطئ وتفرض عليه ذبيحة معينة أو محرقة والذبيحة دي ما أخطأتش لكن هي حملت خطيئته وترمز إلى الفداء
يحب السيد المسيح. من جهة طول أناة الله زي ما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 2 عن إيزابيل: وأعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. يا ربنا مطول أناته ومديها زمان لكي تتوب فيه، ما تبتش، يبقى عقوبتها مرعبة. وزي ما ورد في سفر الرومية، رومية رسالة رومية إصحاح 2 آية 4، قال إن طول أناة الله تقودك إلى التوبة. إن ما تمتش يبقى تأتي ساعة الغضب. نقطة تانية جايز تعجبكم لكن خدوها بحذر شديد. أحيانا الله لا يعاقب، لا يعاقب. وسأضرب بعض أمثلة. زكى العشار أو رئيس العشارين يا ما عمل خطايا، ولكن حينما تقابل مع السيد المسيح والسيد المسيح دخل بيته قال: اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. طب ايه العقوبة اللي خدتها زكى على كل ما عمله؟ مفيش عقوبة. لكن زكى عاقب نفسه وقال: ان كنت وشيت بأحد ارد 4 أضعاف. والسيد المسيح دافع عنه وقال: اليس هذا ابن لابراهيم؟ وقال: ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال: ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك. يعني ده ما أخدش عقوبة، ده أخد خلاص. خدوا مثلا المرأة السامرية اللي غلطت مع 5 أشخاص، والذي وقيل لها: الذي معك الآن ليس هو زوجك. يعني لسه بتغلط. ايه العقوبة اللي السيد المسيح عاقب بها السامريين؟ مفيش أي عقوبة ولا أي عقوبة. إنما كلمها برقة شديدة وبأسلوب لا يجرح مشاعرها، حتى قالت له: يا سيد، أرى أنك نبي. وراحت بشرت أهلها. ومن هذه القصة بدأ إيمان السامريين. ربنا يعرف إمتى يعاقب وإمتى ما يعاقبش، وإمتى العقوبة تجيب نتيجة وإمتى ما تجيبش. المرأة التي
بللت قدمي السيد المسيح بدموعها ومسحت قدميه بشعر رأسها إيه العقوبة التي أعطاها لها؟ وقد قيل عنها إنها امرأة كانت خاطئة في المدينة، يعني معروف إنها امرأة خاطئة. بل إنه مدحها وقال إنها فعلت بي شيئا حسنا، ووبخ الفريسي اللي كان متكبر بالنسبة لها وقال له أنت ما عملتش زي دي، ودي من أجل محبتها غفر لها. طب غفر لها، وما هي العقوبة التي أخذتها هذه المرة؟ ما أخذتش أي عقوبة، لكن توبتها كانت هي السبب الذي به قبلها السيد المسيح. التوبة تغفر الخطايا، وقال عنها إنه غفر لها الكثير لأنها أحبت كثيرا. فالإنسان لما يرجع إلى محبة الله ويتوب تغفر له خطاياه. كذلك المرأة التي ضبطت في ذات الفعل وأرادوا رجمها والسيد المسيح حماها من الرجم وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر. ايه العقوبة اللي اخدتها؟ ما اخدتش. السيد المسيح قال لها انا ايضا لا ادينك، اذهبي بالسلام ولا تعودي تخطئي ايضا. لا ادينك يعني لا اعاقبك. خذوا راحيل زوجة أبينا يعقوب أبي الآباء لما حصل وإن أبانا يعقوب ترك خاله لبان ومشي تعب من معاملته، قيل إن راحيل سرقت أصنام أبيها. تسرق أصنام أبيها دي تعمل بهم إيه؟ وخبتهم تحتيها عشان ما تنكشفش الحكاية. إيه العقوبة اللي أخذتها راحيل على سرقة أصنام أبيها؟ دي حكاية الأصنام عايزة عقوبة والسرقة عايزة عقوبة، يعني حاجة مزدوجة. أقول لك أروح أكل. الابن الضال، إيه العقوبة اللي خدها؟ ده أبوه استقبله استقبال عجيب وأخده في حضنه وقال اذبحوا له العجل المسمن ولبسوه الحلة الأولى ووضعوا خاتم في يده، وحاجة بقت آخر تمام. إيه العقوبة اللي خدت ابن الدار؟ ما خدش، لأن كانت نفسيته لا تحتمل العقوبة وكان مذلول وكفاية عليه الذل اللي هو فيه. رحاب الزانية، ايه العقوبة اللي اخدت؟ فكروا ما تلاقوش، على العكس
اسمه ورد في سلسلة الأنساب، يعني مجدد. واحد تعرفوه كلكم وتعرفون اللي عمل، شاول الطرسوسي، كان يضطهد الكنيسة اضطهادا كبيرا، وهو اعترف بكده، قال كنت مضطهد للكنيسة، بل قال عن نفسه أيضا إنه كان مفتريا، قال كده. وكان يأخذ رسائل من رؤساء الكهنة عشان يجر رجالا ونساء إلى السجن. والسيد المسيح أيضا لما قابله قال له لماذا تضطهدني؟ إيه العقوبة اللي أخذها شاول الطرسوسي على اضطهاده للكنيسة في شخص المسيح؟ على حاجة، ربنا دعاه وصار رسولا وصار من أعظم الرسل. خذوا في أيامنا هذه روسيا لما قضت 70 سنة ملحدة، أثناء إلحادها إيه العقوبة اللي أداها لها ربنا؟ صارت إحدى الدولتين العظميين في العالم، وبقت من البلاد اللي تعمقت في العلم حتى وصلت إلى الفضاء وإلى القمر. ده حتى والراجل بتاعها رائد الفضاء اللي طلع للقمر قال انا رحنا هناك في السماء ما لقيتش ربنا، حتى ما فيش شيء. يعني زي ما بيقول مثل، يموت الزمار وصباعه بيلعب. ناخذ من قديس التوبة، وأغسطينوس مشي في الشر من ناحيتين، من ناحية إنكار ربنا ومن ناحية الزنا، حتى انه لما تعمد نال المعمودية كان معاها ابنه من الشر اتعمد معاه. ما الذي اخذه اغسطينوس من العقوبة؟ لا شيء. بنفس الوضع مريم القبطية، وبنفس الوضع راعي كنيسة ساردوس اللي بيسموه ملك الكنيسة، اللي قال له السيد المسيح إن لك اسم، إنك حي وأنت ميت. إلا العقوبة اللي خدت، نصحوا انه يتوب وخلصت على كده. مش معنى كده انكم تبقوا واحد زي دول، ده في كلمة اقولها على قديس اخر
أبونا إبراهيم أب الآباء لما قال عن سارة إنها أخت وأخذتها الملك وكان ممكن تضيع وما كانش عنده مانع إنها تضيع في مقابل إن هو ينفد، كان خايف لولا إن ربنا تدخل وقال لهذا الملك أبي مالك إني أمسكتك عن أن تخطئ إليه. زوجة نبي رجع له مراته وأطلب إنه يصلي عنك لألا أضيع. أخد يعقوب أبونا إبراهيم ولا حاجة، لكن في كل هذه القصص ربنا له حكمة وهدف، وما بيعاقبش لما يرى ان عدم العقوبة هي التي توصل الى التوبة والى الخير. توما لما انكر القيامة المسيح عاقبه باي عقوبة؟ بالعكس، ظهر له هات صوابعك وحطها مطرح الجروح ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. وفي عقوبة؟ لا لا لا، هناك فرق بين خطية الضعف وخطية الخيانة. بطرس أخطأ عن ضعف، ويهوذا أخطأ عن خيانة، وربنا يحنو على الضعيف، أما الخائن فلا يستحق. نقطة أقولها لكم وهتكون تقريبا في الآخر، غني لعازر اللي كان لعازر يشتهي الفتاة الساقط من مائدة ولاجد وكانت مجروح والكلاب بتلحزم، ايه العقوبة اللي اخدها في حياته؟ لا، اخذ العقوبة بعد وفاته وقال له ابونا ابراهيم كنت بتتنعم دلوقتي تتعذب، اما لعازر فكان بيتعذب دلوقتي ايه؟ يتنعم. فاحترسوا لانفسكم، لان ممكن الواحد ما ياخدش عقوبه على الارض وتتحوش له العقوبه في السماء. ما هو العدل لازم يتم، إما يتم على الأرض لإما يتم فوق. عايزين ما يكونش ليكوا عقوبة فوق تتوبوا، التوبة بتمحو الخطية. آخر واحد هقول اسمه وأسيبني منه دلوقتي، جاي ليه معايا حساب تاني؟ الشيطان أهو مالي الدنيا خطايا ولسه عايش، ربنا محضر له عقوبة في السماء مرعبة ولا تنتهي، حيث يطرح في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. لينا حساب مع الشيطان فيما بعد إن شاء الله. اتفضل. الشخص الروحي يشعر أن حياته ملك للناس،
أعطاه هذه الحياة لخدمة الناس ولإسعاد الناس.